شيرين فازت بالتوب 1 ونوعدت بيوم مثل الحلم خارج الأكاديمية. حضرت حالها وانطلقت بالمغامرة اللي بدأت بالشوبينج. بجد مش مصدقة، مبسوطة جدا، ودلوقتي هجرب كل حاجة وهعمل كل حاجة يعني. فيلا يلا بينا. بما أنه ما في صبية ما بتحب الشوبينج، كان أمام شيرين خيارات كتيرة، خاصة أنه البادجت مفتوح وما في سقف. ما فيش منقوشة جبنة؟ شيرين اختارت كل الأزياء اللي بتلزمها بالأكاديمية حتى دايماً تبقى أنيقة. يا جماعة ده فستان التوب 1 وش الخير عليا. I love you. خلص الشوبينج وحان وقت الراحة والاسترخاء. بعد التعب والإرهاق بتاع الشوبينج وكده، فدلوقتي حان موعد السبا وان انا دلوقتي اريح اعصابي. حلو جدا اصلا ان الواحد يطلع الاسترس اللي جواه. كنت تعبانه جدا وحسيت نفسي ان انا ريلاكسنج كتير، مبسوطة. رجعت الطاقة والحيوية لشيرين، وقبل السهرة شوية تحضيرات بالرويال سويت اللي بيليق فيها كملكة السهرة. شيرين اختارت مينا ليرافقها بالسهرة. دي وردة بسيطة بمناسبة السهرة الجميلة. ميرسي. تكس فيها قوي. اتفضلي. شيرين اتعشوا سوا وشربوا نخف صداقتهم سوا وقضوا سهرة حلوة. النهاردة كان يوم حلو قوي، كان مليء بالمفاجآت، شوبينج، سبا، سويت كان يجنن، تحفة. وبنختمها بالعشاء طبعا مع حبيب قلبي مينا، وان شاء الله يبقى. انا عايز اشكرها انها اختارتني النهارده ان انا اكون معاها في السهرة كمان، وان شاء الله التوب 1 اللي جاي هنولعها. شيرين بيلبق لها نجاح، ولتحضر حالها لنجاح تاني كان بيلبق لها نهار غير شكل خارج الاكاديميه.